وعايزه اقول لحضراتكم ان احنا كان عندنا على مستوى الجمهوريه 14 محافظه، 14 محافظه فقط اللي فيها 14 نقابه. طبعا احنا عندنا محافظه القليوبيه كمان فيها الاستاذه ساميه، كان عندنا 14 نقابه فقط، وكنا السنين اللي فاتت اغفلنا اهم محافظات في مصر وهي محافظه شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح، ومحافظة بورسعيد كانت بتضم 5 محافظات فصلناهم السويس واسماعيلية وشمال وجنوب. الحمد لله قدرنا نعمل شبكة تواصل على مستوى 27 محافظة على مستوى 200,000 ممرض وممرضة، وبنأمل الفترة الجاية احنا نكمل الاستراتيجية والخطة بتاعتنا لتحسين جميع احوال التمريض، لان احنا هدفنا وهدف النقابة بالقانون هو الدفاع الواعي عن حقوق التمريض وجميع الحقوق مش بس الحقوق المالية. ودايما نقول للتمريض زي ما ليكوا حقوق عليكوا واجبات، واجباتنا ان احنا فعلا بنمد يد العون والمساعدة لأهالينا اللي هم المرضى، لان في الاول وفي الاخر المريض المصري هو ابويا واخويا وبنتي وابني وانا. فالفترة الجاية ان شاء الله نقدر يعني ثقة المواطن تزيد في الفريق الصحي كله وعلى رأسهم نقابة أو مهنة التمريض. الأحوال المالية والاجتماعية والعلمية والأدبية، الأدبية والمعنوية اللي هي من خلال وسائل الإعلام ومن خلال دعم الدراما والإعلام، لأن دايما نقول إن اللي بيوصل لي الفكرة وبيوصل لي المعلومة لجاية عندي كمواطن وكأسرة في البيت من خلال الإعلام، من خلال التلفزيون، من خلال الراديو، من خلال الجرائد، الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة. أنا بشكركم، وأي سؤال أي استفسار.